خطوات حقيقية في هذا الاتجاه. واصل مؤتمر حوار المنامة في يومه الثاني جلساته الحوارية المختلفة حول قضايا أمن المنطقة والتزام الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط، بالإضافة إلى سبل التعامل مع التنافس الدائري على نطاق عالمي. نعم، كما تمت مناقشة المبادرات العربية الجديدة للسلام الإقليمي وبحث التطورات الحاصلة في قطاع غزة. يشكل منتدى حوار المنامة الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية منتدى نوعيا لتلاقي أصحاب القرار وصناع السياسات والاستراتيجيات، ومنبرا حيويا للتقارب والتكامل الدولي، ومناسبة بارزة للاجتماعات الثنائية والمتعددة الأطراف لمناقشة المواضيع الأكثر إلحاحا في المجال السياسي والدفاع والأمن الخارجي ومواجهة المخاطر من خلال القدرات الاستراتيجية والتعاون الإقليمي والدولي. مرة أخرى تثبت مملكة البحرين وجودها وحقيقتها على الساحة السياسية العالمية والدولية باحتضانها منتدى حوار المنامة في نسخة 19، لتثبت العالم أجمع بأن هذه الجزيرة اليانعة بالأمن والاستقرار تجمع صناع القرار وكثير من كبار المسؤولين في العالم، وخاصة من الاتحاد الأوروبي وأيضا القارات الأخرى، للتباحث حول الأزمات والقضايا الدولية والمعاصرة، خاصة القضايا التي تمر فيها المنطقة في الوقت الحاضر. يعني هذا المؤتمر هام جدا بالنسبة لمملكة البحرين، وهو مؤتمر دولي ويقام سنويا، وأعتقد البحرين تستضيف هذا المؤتمر باستمرار بنجاح وبحضور كبير من جميع دول العالم، ويعكس الوضع الدولي ويناقش فيه قضايا مهمة على درجة يعني أساسية. وأعتقد أن البحرين تفخر بهذا النوع من المؤتمرات، وهي مستعدة لاستقبال هذا النوع من المؤتمرات، خاصة نظرا لموقعها الاستراتيجي وموقعها السياسي في المنطقة. وخلال فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر نوقشت العديد من الموضوعات المهمة، تناولت قضايا أمن المنطقة والتزام الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط، بالإضافة إلى سبل التعامل مع التنافس الدائري على نطاق عالمي والمبادرات العربية الجديدة للسلام الإقليمي. وجود هذا الكم الهائل من أصحاب القرار من العسكريين أعتقد بيؤدي إلى وجود حوار بناء، ونحن أيضا في حوار المنامة، وهو أعتقد الحوار البناء بيبتدي من هنا. هنا صح ليس قرار، ولكن الحوار بيبتدي من هنا، وإن شاء الله بنوصل لحل. مؤتمر حوار المنامة مهم لكلا الجانبين، الجانب الأكاديمي والجانب العاملين في المجال السياسي. هذه المرة الرابعة الحضوري للمؤتمر، من خلاله نقرب وجهات النظر بين النظرية والتطبيق، التقاء بالمسؤولين، نقاش الأمور الهامة اللي بالعادة يركز عليها بشكل حثيث هذا المؤتمر. أنا حقيقة أشكر حكومة البحرين ومنظمين الـ IISS على هذا العمل الرائع. احتضان مملكة البحرين لمؤتمر حوار المنامة يؤكد الأدوار التي تلتزم بها مملكة البحرين في مساندة الحوارات الإقليمية والدولية واللقاءات الدبلوماسية المثمرة، إذ أصبحت المملكة اليوم بوصلة للحوارات الاستراتيجية المهمة التي تنهض بمستويات التعاون الدولي وتضع حلولا وأفكارا لمعالجة التحديات الأمنية والعسكرية التي تواجهها دول العالم. مواضيع مهمة نوقشت اليوم خلال فعاليات مؤتمر حوار المنامة في يومه الثاني ركزت على إبراز ومناقشة الملفات السياسية والأمنية، بما يؤكد حرص مملكة البحرين والتزامها بالمساهمة في حفظ الأمن والسلم الدوليين. خالد العون لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.